يعني ازاي تحول البقشيش من حاجه يعني انت من نفسك تقدر تديها او ما تديهاش الى نوع من الاجبار ده؟ يعني حصل له تطور الموضوع ده؟ هو خلينا بعد اذن حضرتك بس نبين في الاول فرق ان انا يعني البقشيش ده مصطلح عام لكن بيندرج تحته مسميات كتير او معاني كتير، عطيه اكراميه، رشوه في بعض الاحيان. لو هو مقابل خدمات او مقابل خدمه في مكان بقى مش حكومي، ده اكراميه، منحه، عطيه، اي شيء. الشاي اذا 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 تحول اذا تحول بقى اذا حدث ده في اي مؤسسه حكوميه او حتى قطاع خاص بتؤدي اعمال مش غير خارج نطاق الخدمات، اعتقد ان هي بتبقى رشوه. للاسف الشديد احنا خلطنا بين كل ده، وحتى صارت يمكن دي كانت مقدمه يعني حريريه زي ما بيقولوا، ان انا اقنن الرشوه بها في المصالح والمؤسسات الحكوميه. وللاسف الشديد ايضا يمكن الكلام ده في عصورنا السابقه طبعا زي الدكتوره ما اشارت ان هو كانت ليه يعني جذور تركيه، لكن في الاصل هو اصلا كمان ان هو كان الجذور ويعني والبيئه الخصبه بتاعته كانت في الولايات المتحده الامريكيه. بنشوفها في كل المطاعم وفي كل حاجة، حتى صار ده في الولايات المتحدة يعني ما يقرب من 50 مليار دولار سنويا قيمة البقشيش بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. ما بيقول لك اللي سواق تاكسي بيقول لي هتسيب لي كام، يعني هو خلاص يعني حاجة رسمية. بس في بعض الدول يمكن هم قننوه بطريقة أفضل مننا، إن هناك الغرف التجارية في بعض الدول بتفرضه بتدخله في اقتصادها الرسمي، إنما إحنا عندنا للأسف الشديد ده بعيد بره خالص. لكن أيضا هناك يعني هناك نقطة مهمة جدا ان احنا يجب ان احنا نشير ليها. هذا البقشيش يعني يمكن الدولة غضت النظر عنه في السنوات السابقة لسببين او لسبب رئيسي، وايضا رجال الاعمال هم ردوا. اولا الدوله سابت غضت النظر عنه بسبب المرتبات اللي كانت متدنيه، رجال الاعمال واصحاب الشركات غضوا النظر عنه، وايضا الاثرياء اللي هم بيحصلوا على اي خدمه غضوا النظر عنه لحاجه من اجل السلام الاجتماعي. البعض بيشوفها استاذ العزيز بيشوفها انها ممكن تكون يعني ايه حاجه بتدخل بقى تبع اعمال الخير والبر والحاجه اللي هي ايه اللي دخلنا فيها، دخلنا ناحيه الدين شويه. لكن لما نيجي نفكر فيها ونلاقي عندنا ان اما نضبط الكلام ده على المستوى العام، اعتقد ان هو طبعا سلوك مشين احنا بيتم اجبارنا فيه على دفع شيء احنا في الغالب مش راضين عنه، غير اذا كنا دافعينه بسبب بقى زي ما قلنا سبب راجع لسبب نفسي من اعمال الخير او غيره، ان انا ساعد بيه حد.